الجو اللي احنا فيه ده انا اسفه بس دي كحه حقيقيه، لان انا كان عندي من حوالي كده شهر زي ما قلت لحضراتكم برد. البرد يمكن السخونيه خلصت، الرشح خلص، لكن الكحه ما بتخلص. صدري على طول كده زي ما بيقولوا ايه، مغبش، يعني مغبش دي يعني اللي هو في كحه على طول وتروح شويه فيبقى في زوري في حاجه زي شرقه كده على طول. انا جهاز تنفسي عندي مش مظبوط، وزمان كده كان جالي كورونا كانت يعني هتموتني، والحمد لله بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم الحمد لله ربنا نجاني، لكن صدري تعبان لسه. طيب نحمي نفسنا ازاي؟ وحكايه البرد اللي ما بيخلصش ده طول فتره الشتاء نتقيه ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع ضيفي استاذ دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض البطنيه والصدريه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي. يا دكتور شرفتني. ازيك يا نشوى، اخبارك ايه؟ يعني انا باخد كده اطمئنان من بشاشه حضرتك ومن شرح حضرتك للمشاكل التنفسيه اللي بتصيبنا، وبرده انك بتقول لنا طرق الوقايه. اكيد. ويمكن كمان جوه الوقايه دي في جزء يعتبر علاج. مظبوط. فمن فضل حضرتك على حالتي اللي انا الشرقه، يعني انا المفروض خفيت. ليه صدري لسه فيه كحه فيها بلغم ما بيروحش؟ ليه ساعات زوري بيجي له شرقه كان واقف هنا؟ ليه على طول من اقل شويه لطشه هواء تجيلي اعيا تاني؟ طيب احنا مبدئيا كده لابد نبقى عارفين ان الاصابه الفيروسيه او الاصابه البكتيريه ايا كانت للجهاز التنفسي، انا بعتبر الاصابه الفيروسيه بالذات هي تعتبر من اذكى واكثر واكثر حاجه في الاصابات اللي هي تحتاج مننا ان احنا لازم نبقى فيها وقفه بسيطه. يعني المريض دايما او اي شخص بيهتم بالاعراض، بيهتم ان انا عندي سخونيه شديده، بيهتم ان انا عندي حكه في زوري شديده، برد، زكام، انفلونزا، ولكن وانس ان او لو حصل ان الاعراض دي راحت هو بيحس ان هو خلاص انا كده خفيت. ولكن مع الاصابه الفيروسيه المنتشره جدا في اليومين دول بالذات بالفيروس اللي بنسميه احنا اتش ار اس فيروس، الفيروس ده عيبه يعني او بمعنى صح ذكائه كله انه بيوهمك انك انت في حالات كتيره انك انت خفيت، ولكن انت خفيت من الاعراض، ولكن هو شغال على ان هو ينزل على الممرات الهوائيه عندك او القصيبات الهوائيه ويبدا يعمل فيها التهابات. من هنا بدات الكحه. عشان كده احنا لابد ان احنا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي. انا ممكن الفيتامينز عندي اخبارها ايه؟ يعني المناعه عندي اخبارها ايه؟ اللي هي معنى صح فيتامينات بتغذي جهاز المناعه. طيب انا عندي فيه فيتامينات كتيره جدا بتغذي جهاز المناعه، ولكن في مجموعه فيتامينز ممكن تغذي جهاز المناعه عندي بطريقه اكبر. طيب انت بتقول لي تغذي جهاز المناعه، طب هل ممكن تعالج حاله زي حالتي اللي انا بكح بقى لي فتره والاعراض راحت من عندي؟ ما هو المريض بيبقى جاي ببرد وسعال وارتفاع درجه الحراره ورشح يا فندم في الاغشيه المخاطيه، ويروح الصيدليه وياخد كذا حاجه كده مضاد للرشح والبرد وخافض الحراره، وبالفعل ممكن كمان ياخد مضاد حيوي من نفسه، وبيجي بعد 3 ايام الدنيا بقت ايه، كويسه، كويسه، وهو ما يعرفش ان ممكن يصحى مثلا من النوم بعدها بيومين ويحصل كحه تستمر معاه شهر وشهرين ان ما عملتش حساسيه. عشان كده انت عايز في الاول تبتدي انك تمشي لوحدك، لازم تمشي صح. طيب امتى اروح للطبيب المختص؟ عند نقطه معينه لابد انك ما تنفعش تمشي لوحدك. طيب خلينا في الاول انك ماشي لوحدك ازاي؟ ان انا بركز على فيتامين الف ودال والاوميجا 3 اللي هي يعتبر مكونات الاساسيه من زيت كبد الحوت. أيوه. اللي هو الكولوسيز. طب هينفعني في ايه؟ يعني الكولوسيز المكون الاساسي بتاعه زيت كبد الحوت. مظبوط. اللي بيتكون من اوميجا 3، فيتامين دال، فيتامين الف. تمام. طب مهمه ايه الحاجات دي ليا؟ طيب خلينا نقول انها مهمه قبل ما تعيا خالص وقبل ما يجي لك دور برد، مهمه انها ترفع جهاز المناعه عندك بنسبه من 60 ل 70%. انت ممكن تكون بتركز على فيتامين. دكتور معلش انا برضو في ناس بيتفرجوا علينا يقول لك يعني ايه جهاز المناعه؟ هل جهاز المناعه ده عباره عن العضلات اللي تقاوم وتضرب اي فيروس داخل جسمي؟ جهاز المناعه ده هو بالظبط زي اي عضو وكذا، بيتكون من خلايا وانسجه وبيتكون من اعضاء، ولابد حتى لو بيني وبينك لما بيجي يطلع حتى كرات دم بيضاء، انا كونت كرات الدم البيضاء، هل كرات الدم البيضاء دي
قوية ولا مش قوية، أكثر فاعلية ولا لأ. تعرفي إن فيتامين د والأوميجا 3 هما بيخلوا خلايا كرات الدم البيضاء اللي بنسميها الجنود المشاة بتاعتنا إنها بتبقى أكثر فاعلية وأكثر قوة، ده غير إن هي بتفرز بروتينات معينة بتساعد على قتل أي فيروس غريب على جسمي. يعني لو القصة دي كده، طيب أنت دلوقتي عايز تاخد حاجة للبرد، عايز تاخد خافض الحرارة، موسع للشعب الهوائية وليكن دواء للكحة، مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي، بس ما تقربش ناحية المضاد الحيوي، لابد من المضاد الحيوي يتاخد تحت استشارة الطبيب. يا فندم احنا بنبلبع على المضاد الحيوي كده كأنه أسبرين، يعني ننزل كام فضلك اديني مضاد حيوي في الأجزخانة وخلاص. وده طبعا مش صح. زي ما أنت بتقول أنا عايز المضاد الحيوي، لا أنا عايزك تطلب فيتامين أ ودال والأوميجا 3 واللي بما صح بين قوسين اللي هم الكولوسيز، ليه تطلبهم؟ لانك انت كده كده بتقوي جهاز المناعه بدل ما تضعفه عن طريق المضاد الحيوي. أيوه. طيب حصلت الاصابه، هل برضو الكولوسيس هينفعني؟ هينفعك. طب هينفعني في ايه؟ لما نيجي نقول ان في عندنا التهابات في الجهاز التنفسي بتتم، يبقى لابد انك انت بتديني حاجه مضاده للالتهابات. يا دكتور ابعدنا عن الكورتيزون ارجوك، دي اول كلمه طبعاً. المريض، لان المريض واعي بقى، واعي اكتر. طبعا احنا بنقول له بنفهمه ايه الحالات اللي ممكن نستخدم فيها كورتيزون، والكورتيزون بيبقى موضعي، وبقينا نقلل استخدام الكورتيزون عن طريق الاقراص. طيب لا انا عايز مضاد التهابات ما يتعبنيش. طب ايه رايك الاوميجا 3 اللي موجوده في الكولوسيس مضاد التهابات طبيعي جدا، لدرجه ان هو بيستخدم لاصحاب الناس اللي عندها التهابات روماتيزميه، بيقلل التهابات المفاصل. طبعا احنا بنقول مضاد التهابات يبقى مضاد التهابات على الجسم كله، مش حته وحته، لا طبعا ما فيش، هو اي بيسيبش منطقه في جسمي فيها التهابات بيقللها، هتخفض لي الالتهابات دي. مظبوط، ودي نقطه لابد ان المريض يبقى او المشاهد يكون عارفها. طيب بس دي لا، ما انت عندك فيتامين دي، عشان ممكن المشاهد يجي يقول لي طب انا هاخد اوميجا 3 لوحدها. ثانيه واحده، انت محتاج الاوميجا 3 محتاج كمان فيتامين د. طب فيتامين د هتحتاجه في ايه؟ لما اكون عامل دراسه بسيطه وجبت ثلاث مجموعات من الاطفال، مجموعه مصابه بالسعال ومجموعه مصابه بالتهابات الجهاز التنفسي ويبقى فيه مخاط وبلغم عندهم، ومجموعه تانية صحيه، كل اللي عملته ان انا قست مستويات فيتامين د عند الثلاثه. تخيلي ان لقيت ان مستوى فيتامين د اللي يعتبر المكون الرئيسي للكولوسيز ان هو اقل من 11.9 نانو جرام، اللي الطبيعي عنده المفروض يبقى 31.5 نانو جرام. اقل من 11؟ اقل من 11، وده دليل على انه يبقى بالبلدي كده بنسميه تربه خصبه، ان الالتهاب يزيد اكتر عنده. طيب يبقى اذا نفهم من كده ان انا محتاج فيتامين د ومحتاج الاوميجا 3. طب هحتاج فيتامين الف المكون الثالث من الكولوسيس في ايه؟ فيتامين الف ده بالنسبه لي انا بعتبره الجندي المجهول، لان هو الاساس اللي بيقلل الاصابه بتاعت اي فيروس واي بكتيريا، وبالذات لو كانت تنفسيه وبتخترق منطقه الانف او العين او الفم، ودي نقطه مهمه قوي. ده غير ان هو مضاد اكسده، ده غير ان هو اساسا وظيفه يعني بيقلل نسبه الاصابه بالبرد والزكام والانفلونزا بنسبه 35%، وده رقم كبير قوي عندنا. عشان كده بنصح كل واحد بدل ما تروح تجيب المضاد الحيوي وتقلل مناعتك وانت مش عارف اللي صابك ده التهاب فيروسي ولا بكتيري، لا هات زيت كبد الحوت، هات الكولوسيز، هات فيتامين الف ودال والاوميجا 3 احسن لك. ده رقم واحد. بجانب، وده اهم برضه حاجه مهمه جدا، انك انت ممكن اقدر استخدم خافض حراره، باراستامول مفيش مشكله، موسع للشعب الهوائيه مفيش مشكله، بس لازم اعرف نوع الكحه بتاعتي ايه. ده غير ان في حاجات في البيت مهمه جدا، التهويه الجيده، الراحه التامه وتكون 8 ساعات فما اكتر، لان ده بيرفع جهاز المناعه، والتغذيه الصحيه. من ميزات كولوسيز ان انا 3 مكونات في كبسوله واحده. مظبوط. يعني بدل ما اشتري علبه فيتامين الف وعلبه فيتامين د وعلبه مش عارفه اوميجا 3 ومش هشيل العلب دي كلها في شنطتي، يعني فانا في علبه واحده فيها الكبسوله اللي بتحتوي على 3 عناصر. مظبوط. الميزه بقى الثانيه بالنسبه لي العظيمه جدا لما جربت، ان عاده بتبقى الكبسولات حضرتك بالظبط 2 سنتي. مظبوط. يعني طويله كده وعريضه كده. فعلا. الكبسوله بتاعت الكولوسيز حجمها
يعني صغير جدا جدا. ده اللي عملته AMD ان هي حاولت تشوف ايه المشاكل اللي بتواجه المشاهدين في النقطه اللي زي دي من الحاجات السابقه قبل كده، وقدرت انها تصغر حجم الكبسوله بطريقه جميله جدا لدرجه انها بقت سهله البلع وبقت كبسوله جيلاتينيه. يعني ساعات بتتزحلق من غير ميه. ممتاز. يعني لو بلعت ريقه كده. السلايفا نفسها بتتزحلق. مظبوط. صح. طيب عايزين نتكلم بقى، ومهم جدا نتكلم عن جرعات الكولوسيز. انا مثلا كست عندي عادتي 50 وعندي امراض مزمنه، عندي سكر، مناسب ليا اخد كام حبايه واخدها ازاي؟ اخدها امتى؟ اول طيب. ما اصحى من النوم مثلا، ولا قبل الاكل، ولا بعد الاكل، ولا طيب مبدئيا كده لو انا مثلا شخص فوق 50 سنه ومريض سكر، بسال نفسي سؤال، هل انا السكر منتظم عندي ولا لا؟ لا. طيب لو السكر لا مش منتظم يبقى انا اخد 3 كبسولات في اليوم. تمام. طب ليه؟ لان الكولوسيز بيساعدك على تنظيم معدلات السكر في الدم بما يحتوي من فيتامين الف وفيتامين د، بيساعدني على تنظيم مستوى ده، بيزود السكر. نسبه افراز الانسولين اللي جوه جسمك بحيث انها تكسر السكر الزياده عن طبيعته. حلو قوي. طبعا. طب لو انا مريض سكر وسكري منتظم، لا اخد كبسولتين في اليوم. تمام. لو انا سني فوق 8 سنين اخد كبسولتين في اليوم. تمام. لا من سنه ل 8 سنين كبسوله واحده في اليوم. ومن سنه عشان هم اطفالنا طبعا بفضي الكبسوله بنشكها كده بدبوس او حاجه، دبوس نظيف يعني، يكون يعني نظيف ومطهر بالكحول، وتفضي الكبسوله على زبادي او على عصير او حاجه البيبي بيحبها. مفيش مشكله خالص. فكده الدنيا ممتازه جدا جدا، واهم حاجه الاستمراريه. اه انا مش بدور على حاجه، انا ما عنديش سخونيه عاليه عشان ابقى خافض حراره هسكت. لا. لا انا بربي جسمي على عشان احضر نفسي كمان للصيف، والصيف كمان بيبقى فيه امراض. انت عارفه حضرتك احنا كل سنه بحاجه. اه انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، شرفتني وانستني. يعني الفقره دي مفيده جدا، وكولوسيز كمان مفيد جدا. ميرسي جدا لحضرتك. هنطلع دلوقتي بقى، وقبل ما نطلع للتقرير انا ببارك لشركه جولد ايرا لسبائك الذهب ورئيس مجلس ادارتها الاستاذ جون لوكا بمناسبه افتتاح فرعهم الجديد في منطقه الساغه بالحصين. الف الف مبروك. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي، وبعد كده هقول لكم انا باي باي، وبحبكم جدا جدا. احنا موجودين في السوق المصري هنا من حوالي 3 سنين، احنا شركه مساهمه مصريه خاضعه للقوانين المصريه. سنه 2022 احنا فتحنا المصنع، فبقينا بنبيع السبائك بتاعت جولد ايرا بتاعتنا. النهارده افتتاح الفرع بتاعنا جوه الساغه في الوكاله في وسط سوق الذهب بجد اللي موجود في مصر. طبعا ده مش اول فرع لينا ولا اخر فرع لينا، بس هو بالنسبه لنا هو اهم فرع لينا. هو دايما احنا اكتر سؤال بنتساله ننصح الناس نشتري ذهب اصلا ولا لا، يعني بس طبعا الذهب هو الملاذ الامن، وهو اللي اثبت ان هو اكتر حاجه تقدر تحفظ فلوسك من اي حاجه خارجيه. يعني دايما كمان ملاحظين الفتره اللي فاتت دي كلها في خلال السبع ثمان شهور دول في زياده افريج حوالي 25% زيادة في أسعار الذهب، ويمكن 30% كمان. احنا جولد ايرا احنا شركة ناشئة، لكن الحمد لله يمكن شركة ستارت اب، لكن شركة معدل نموها سريع جدا. موجودين في أكتر من مكان، موجودين في مصر هنا، وموجودين في الإمارات في دبي، والحمد لله قريب هنكون في السعودية، ولينا كمان هنكون في البحرين، وإن شاء الله كمان من ضمن خططنا إن احنا ندخل كمان سوق المشغولات. حاليا بادئين بمنتجات السبايك، احنا بنصنع السبايك بتاعتنا من داخل مصانعنا احنا. البداية كانت مختلفة، حاولنا نعمل حاجة مختلفة عن سوق الذهب في مصر، حاولنا نطور من منظومة الذهب في مصر، وكل حاجة بتبتدي بفكرة، والفكرة كانت إن احنا نخلي فيه تكنولوجيا حديثة تخش في عالم الذهب، سواء في تصنيع السبائك، سواء في الترويج ليه، سواء إن احنا نغير من ثقافة البلد هنا من الفكر المترسخ للمشغول، ونحاول نحوله للسبائك لأنها أفضل لكل الناس. ميزة جولد ايرا فيها ميزة حلوة قوي كويسة عملوها الكيو آر. الكيو ار بيعرف العميل لما بيسجل على الابلكيشن، بيسجل اسمه ويسجل رقم البطاقة. النهاردة في كتير من الشركات حصل فيها ان هو بيشيلوا الغلاف ويبدأ يحط سبائك فيها مزيفة، ودي حصلت مشكلة كبيرة قوي الفترة اللي فاتت. يعني أأمن شيء في الدنيا هو الذهب، ملذ آمن، وهو أحلى حاجة في الدنيا. كل ما بيقعد كل ما بيزيد سعره، يعني لو انت قارن من أي حاجة في السوق بين العقارات او البنوك او اي شيء، هتلاقي الذهب هو الرابح في كل شيء. والله احنا لنا زمايل مشغولات، بس المشغولات بيبقى المصنعيه بتاعتها عاليه اوفر شويه،
بس للادخار السبيكه لان مصنعيتها قليله. افتتاح شركه جولد ايرا افتتاح جميل جدا وحاجه عظيمه، وجولد ايرا شركه كبيره وان شاء الله متوقعين لها نجاح كبير وباهر. ممكن بلاد كتير فلوسها تروح، الدهب هو اللي بيسندها. اي حد الدهب ده زي الدول، يعني اقصد نقول الدهب ده حاجه اساسيه للدول كلها، ممكن كل حاجه تروح الدهب ما يروحش، سلعه موجوده.